سؤال اليوم لمسابقة فلة رمضانية: ما هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط؟ جزيرة سردينيا، جزيرة كورسيا، أم جزيرة صقلية؟ بانتظار إجاباتكم في التعليقات مع ذكر اسم مدينتكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك كل بيج لمعرفة الجواب الصحيح واسم الفائزة معي في مسابقة اليوم. تقبل الله طاعتكم وصيامكم، رمضان كريم، وغدا سؤال جديد.